السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حديث قصير جدا ومع ذلك فيه معاني كتيرة جدا، وفي فتن كتيرة جدا في الحديث هنبدأ إن إحنا نشوفها مع بعض. يعني لما تسمع شرح حديث لناس كتيرة ده بيتكلم عن فتنة واحدة، لكن في فتن كتيرة جدا هنبدأ إن إحنا نتكلم منها ونطلع بدروس إن شاء الله من الحديث ده. إن الدنيا حلوة خضرها وإن الله مستخلفكم فيها، دي نبوءة للرسول صلى الله عليه وسلم إن ربنا هيستخلفنا في الأرض، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هنتكلم على كلمة اتقوا النساء دي بالتفصيل، لأن ليها معاني أخرى غير المعنى الأول اللي يتبادر للذهن. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إحنا بيجيلنا معنى واحد لكن في معاني كتيرة جدا هنشوفها مع بعض. طيب، في معنى اللي هو الفتنة بالنساء، زي ما في حديث وبرضه صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. هناخد بقى صاحب جريج ده اللي هنركز عليه. جريج ده كان راجل عابد اتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت له يا جرير، قال يا رب أمي أم صلاتي أيهما أقدم؟ فأقبل على صلاته فانصرفت أمه، فلما كان الغد أتته وهو يصلي فقالت له يا جريج، فهو ربي أمي أو صلاتي؟ فأقبل على صلاته. فلما كان الغد ثالث مرة فأتى يا جريج، قال يا ربي أمي أو صلاتي؟ فأقبل على صلاته. فدعت عليه. شوف بقى أسوأ حاجة إن الواحد تدعي على ابنها وربنا يستجيب له. تمام، دعوة سيئة جدا. اللهم لا تميته حتى يرى، لو حتى ينظر إلى وجوه المومسين، اللي هي في عصرنا إن يعني ممكن نقول الانستجرام والتيك توك والحاجات الكثيرة دي، ربنا يعافينا. تمام، ففي يوم من الأيام بني إسرائيل تذكروا عبادة جريج، فكان عندهم امرأة بغي، وكانت امرأة بغي تمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفترن. هي دي الفتنة اللي بتتبادر للذهن عندنا، فتعرضت لها فلم يلتفت لها، فأتت راعيا فكان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها، فوقع عليها أي الراعي فحملت، فلما ولدت قالت هو من جريج، الولد ولد الزنا من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ تمام. وفي الحديث هما ماشيين عدى على البغايا، كانوا واقفين في الشارع لأن طول حياته قاعد في الصومعة، فتذكر دعوة أمه وابتسم، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، يعني عمل له كده، وقال له يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فأقبله على جريج يقبلونه ويتمسحون به، نبني لك صومعتك من ذهب، قال لا أعيدها من تين كما كانت، ففعله. في فوائد كتيرة جدا جدا في الحديث دوت، زي مثلا لو أنت بتصلي صلاة فرض فأنت تحاول تسرع في صلاة الفرض عشان تجاوب على والدتك، ولو صلاة يعني تطوع ممكن تطلع من الصلاة تجاوب على الوالدة. وفي إن بني إسرائيل كلهم كانوا عارفين إن هم السبب القصة ديت وهم اللي شجعوا على الفساد، لكن قدام الناس هم طبعا بينتصروا للفضيلة والحاجات دي كلها. طيب، دي الفتنة اللي هي بتتبادر لأذهاننا كلها. بس في فتن تانية كتيرة جدا، زي التزيين الطول والتعطر خارج البيت. عن ابي سعيد الخدري الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كانت امراه من بني اسرائيل قصيره تمشي مع امراتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق ومطبق، ثم حشته مسكا واطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفها، فقالت بيديها هكذا ونفض شعبة ثيابها، فقالت اذا مرت بالمجلس حركته فنفخت ريحه. ان هي بتتزين للطريق وللرجال وكده. وفي طبعا احاديث عن التزين والتعطر خارج البيت. طيب، في حديث تاني اللي هو تزوير الشعر. عن سعيد المسيب قال كتب معاوية المدينة فخطبنها واخرج قبة من شعر زي باروكة كده، فقال ما كنت ارى ان احدا يفعله الا اليهود. ان الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه هذا فسماه الزور. وعند البخاري انما هلكت بني اسرائيل حين اتخذ هذه نسائه. وتزوير المستوى الاجتماعي والتنافس في المظاهر الدنيوية. عن جابر بن عبد الله، والحديث رواه ابن خزيمة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما اهلك بني اسرائيل ان امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب
او الصيغ ما تكلف امرأة الغني. دي ما تتدرش الذهن، بس دي من ضمن الفتن بتاع بني اسرائيل، ان الواحده زوجها فقير وما يقدر، وتيجي مثلا ساعه الزواج سواء مثلا خطيبها او بنتها اللي هتتجوز تكلفه فوق طاقته، فاضطر ان هو يسرق وي وي وي. فتكالب النساء على الدنيا شهوتها، يلاقي الراجل نفسه بيمضي على كمبيالات وفواتير والحاجات دي كلها، فتشغله بالدين اللي هو الدين اللي هو يبقى عليه فلوس عن الدين، ويبقى فيه تهالك على الدنيا، هو اللي يخش السجن بسببها. فدي من ضمن الفتن اللي موجودة في قلب ألفاظ الحديث اللي هو بنص إن أول ما هلك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني. طيب، من ضمن الفتن الثانية التزين لأماكن العبادة، اللي هو المسجد أو البيع لليهود أو الكنائس. عن السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت بنساء بني إسرائيل. فقلت لعمرة، عمرة بنت عبد الرحمن: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم، لأن هم كانوا بيروحوا المسجد متزينات ومتطيبات والحاجات دي كلها. يعني السيدة عائشة في حديث آخر قالت: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الخمار، يعني لفوا على نفسهم بحيث ان اللي شافهم يحس غرابيب اسود. والحديث ده في صحيح مسلم. طيب، هل معنى كده ان النساء حاجه وحشه ونهرب ونبتعد؟ لا، الافضل ان كل واحد يعلم بناته ويعلم اسرته ويعلم زوجته ويعلم اللي حواليه، وده هيصلح المجتمع. يعني الافسد نساء بني اسرائيل ان هم ما كانوش بيتعلموا الدين، يعني حتى ان ممنوعين ان هم يتعلموا في الكتب المقدسه. تمام، يعني في قرار نزل في ايام هنري الثامن حظر ان المراه اللي هو ملك انجلترا ان المراه تقرا العهد الجديد، كانت ممنوعه انها تتعلم الشريعه. وكان يقال يعني ان تعليم المراه الشريعه عند بني اسرائيل كالقاء اللؤلؤ الى الخنازير. طيب، ايه الحديث الداله ان الواحد يعلم زوجته؟ في احاديث كتيره جدا، يكفي ان السيده عائشه روت احاديث كتيره على الصوره والسلام، وفي احاديث كانت هي بتناقشه فيها، يعني تنزل ايه من القران فهو يناقشها، فهو يقعد يستبر ويسمعها ويرد عليها ويشرح لها الحديث. فدي من ضمن حاجات كتيره جدا، زي حديث مشهور اللي هو لما نزلت ايه فسوف حسب حسابا يسيرا. ولما صح حديث اي حديث لم يصح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا نصف دينكم من هذه الحميره، لم يصح اي حديث في كلمه حميره، عشان نكون متفقين يعني. تمام، طيب، نيجي نخش بقى على البخاري. هنلاقي فيه احاديث كتيره جدا بتدل على ان الواحد لازم يعلم زوجته ويعلم بنته ويعلم كل قرايبه، زي باب عظه الامام النساء وتعليمهن. ده باب في البخاري. تمام، سمعت ابن عباس قال اشهد على النبي، او قال عطاء اشهد على ابن عباس ان صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع فوعظهن وامرهن بصدقه، فجعلت المراه ترك الكرته والخاتم وبلال ياخذ فطار بثوبه. تمام، فده حديث عظه الامام النساء، ان الامام يخصص يوم للنساء. وفي حديث تاني في صحيح البخاري باب تعليم الرجل لامته واهله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاث لهم اجران: رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد، والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده امه فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجرين. تمام، خلي بالك ان الامام البخاري عالم كبير جدا وفقيه كبير جدا، يعني لولا اشتغل بعلم الحديث كان اشتهر بالفقه، يعني هو من ضمن الفقهاء القليلين في التاريخ الاسلام. فالباب نفسه باب تعليم الرجل لامته واهله، باب عزه الامام النساء وتعليمهن. نخش على باب تاني يقول لك ايه، باب تعليم الرجل لامته واهله. في باب اسمه باب الرحله في المساله النازله وتعليم اهله، ان الواحد يسافر عشان يسال عن حديث ولما يرجع يعلم اهله سواء زوجته بنته عمته اللي هم قرايبه.
فانت شايف انت في فرق كتير جدا من حديث صغير ممكن يكون مثلا سطر سطر ونص، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم. يعني انا قعدت ابص كده اكبر احاديث اللي هي الحديث الطويله، تقريبا مفيش ولا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. يعني لما تيجي تبص مثلا سريعا عشان ما نطولش عليكم، في مثلا حديث ام زرع، الحديث كله السيده عائشه كانت بتحكي والرسول صلى الله عليه وسلم بيستمع ليها لحد ما تخلص الحديث، فيقول كلمه واحده كده: كنت لك كابو زرع لام زرع، غرقني لا اطلقك. تمام، يعني تعليق بسيط كده عن الحديث. الحديث السقيفه، تمام، حديث طويل جدا اللي هو وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم واختيار الخليفه، حديث طويل جدا، يعتبر ده يعتبر من اطول الاحاديث في السنه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش فيه ولا كلمه. تمام، فنادرا لما تلاقي حديث يكون طويل للرسول صلى الله عليه وسلم، كلها بتبقى كلمات قصيره لكن مختصره. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.